ولا السلامين مراسلتنا تنضم إلينا من رام الله. ولا ما هي أبرز المشاهدات أو الملاحظات على هذه الزيارة وهي الأولى منذ ما يزيد على 10 سنوات؟ نعم، اهلا بكم. عندما نتحدث عن زياره سياده الرئيس محمود عباس الى مدينه جنين ومخيم جنين، هذا يعني الكثير للفلسطينيين وخاصه بالتحديد في مخيم جنين وما يجري او ما جرى بالايام الماضيه والتهديدات الاسرائيليه بين الحين والاخر لاقتحام مخيم جنين. في ذلك الوقت عندما كانت تتواجد ايضا قوات الامن الوقائي في مدينه جنين ومخيمها، كان هناك اقتحام سيكون لقوات الاحتلال، وايضا منعته الاجهزه الامنيه من اقتحام مخيم جنين في غضون زياره الرئيس محمود عباس لمخيم جنين. عندما نتحدث عن ردود الافعال لربما الشعبيه كانت بالنسبه لهم يعني بعد 11 عاما ولم يزر مدينه جنين الرئيس محمود عباس، وقد زار الريحه وايضا مدينة بيت لحم في الأعياد المجيدة وخلال السفر لمدينة أريحة. هذا يعني الكثير لمخيم جنين وأيضا لمدينة جنين. تحدث الرئيس محمود عباس أن مخيم جنين هو أيقونة النضال والصمود والتحدي، وتحدث أيضا أن القدس هي العاصمة الأبدية للفلسطينيين، و سنبقى صامدين في أرضنا ولن نقبل الاعتداء من أي أحد. أيضا قال أنه سيقطع اليد التي تتعبث بوحدة الشعب وأمنه، وسيعيد بناء المخيم والمدينة ليكون أفضل مما كان عليه في السابق. إلى من كانت هذه الرسالة ولا التي أشرت إليها نقلا عن الرئيس محمود عباس بأنه سيقطع اليد التي تمتد إلى وحدة الفلسطينيين؟ هذه الرسائل سواء داخليا أو خارجيا، سواء للاحتلال وأيضا من يعبث ب أمن واستقرار الفلسطينيين والوحدة الوطنية التي دائما ما تدعو لها القيادة الفلسطينية ووحدة الفصائل ووحدة الشعب. ونتحدث أيضا عن الأيدي الغريبة، وأيضا نتحدث عن جيش الاحتلال الذي يقوم ببث الفتنة بين الحين والآخر عبر الإذاعات والإعلام الإسرائيلي، والتي يقول فيها عن الفصائل ومهاجمة الفصيلين الأكبر وحماس وفتحها في الأراضي الفلسطينية. إلى أين تمضي أخيرا ولا إلى أين تمضي عملية إعادة الإعمار في مخيم جنين بعد الهجمة الإسرائيلية التي كانت مؤخرا؟ يعني خلال تواجد الرئيس اطلع على الخسائر خلال يومين من العدوان، وكان وزير الأشغال الفلسطينية قال أن بشكل أولي تم تدمير 300 منزل بشكل كلي ونحو 500 بشكل جزئي في مخيم جنين. الآن يعني قبل يومين كان هناك إزالة للركام والذي خلفه عدوان الاحتلال على مخيم جنين، ومن ثم سيكون هناك إعادة إعمار ل 300 منزل أو عفوا إلى 500 منزل الذي دمر بشكل جزئي، ومن ثم سيكون هناك إعداد للمنازل التي دمرت بشكل كلي، وأيضا البنية التحتية من خطوط مياه وكهرباء في مخيم جنين. شكرا جزيلا لك من رام الله ولاء السلامين مراسلتنا.